والصبر على الوالدين أمر الله به، فقال ففيهما فجاهد، ابذل وسعك، صبر نفسك. من منا يلزم والديه لزوم الظل؟ وللمعلومية اللي عنده أب أو أم في حال الكبر وتاركهم عشان وظيفته أو عشان عياله فقد ظلم نفسه وعق أبويه، إن لم يكن بجوارهم أخ يلزمهم. أما قاعد عندهم العمال ولا قاعدين عند عمانك ولا خوالك، أخوك اللي قاعد عند أمك وأبوك ولازمهم ملازمة الظل وصاحبهم مصاحبة، هذا خير من ملء الأرض مني ومنك. لما؟ لأن الصبر على ملازمة الوالدين وجهاد النفس على مخالفة هوى النفس طاعة للوالدين وترك الزملاء وترك الاستراحات والقلطات والسفريات والروحات عشانك تقول أمي أبوي أمي أبوي، وكل ما افتح عيونه لأنه تقول لبيه، وإذا التفت يسار لبيه، وإذا راحت عيونه يمين لبيه. إذا ما فعلت ذلك فاشل في الصبر، الله يحسن عزاك في نفسك. الصبر على برهما أن اشكر لي ولوالديك، ولذلك قال الله يبين لعباده أن يصبروا، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني أبوه يقول اكفر، أبوه يقول أشرك، أبوه يقول اترك الصلاة. الحمد لله ما عندنا شيبان قالوا، بالعكس ما ذبحهم إلا عدم استيقاظنا صلاة الفجر. انت قلب نون، قم صلي يا محمد، قم صلي يا عبد الله، ولا قال. أعود فأقول لو أن والديك لو أنهما يدعوانك للكفر، قال الله فلا تطيعهما، خلاص أعصيهم يا رب، ها أرد الباب. وصاحبهما في الدنيا معروفا، عجيب. الله يأمرك أن تصبر على والدين كافرين ينهيانك عن التوحيد، اصبر عليهم وبرهم وصاحبهم. إذن كيف بالأب المؤمن والأم المؤمنة، الأم التقية والأب الصالح؟ كيف يكون صحبتك لهما صاحبهما؟ ولذلك من أنواع الصبر اللي بعضنا الآن جاي في الشرقية، ليه لا تزعلون علي، ها جاي في ذا ليه؟ وش جابك الشرقية؟ الوظيفة والشايب في الديرة عشان وظيفتك تاركن أمك وبوك، تاركن الحلوة اللبن وتاركن باب الجنة عشان تجمع لك ريالين هنا وهم بحاجة لك في ذيك الديرة؟ تبا لوظيفتك ولما أشغلك. 2000 عند أمي وأبوي تسوى 30,000 في الشرقية، والله لأبيع عنا المساويك عند جامع حينا واقعد عند أمي وأبوي حتى يذهب أحدهما، أما يموتون ولا موت، ها نتفارق ويعد أسرعنا لقاء ربي. وأصبر نفسي، أنا قادر أجد وظيفة وقادر أتقدم، لكن أمي وأبوي من لي بباب الجنة إذا أغلق باب الجنة؟ من لي بباب الجنة إذا أغلق؟ ولذلك تحتاج صبر ولا لا؟ صبر،